هذا الفيديو هذا ما غاتمشي لا حارك لا والو، غاتمشي في طياره وغاتمشي غير بهذا، ما غاتحتاج لا فلوس في بنكه، ما غاتحتاج لا 100 مليون لا والو، غاتمشي غير من الاول كتشد 1170 اورو بروتو. العام الثاني كتزاد لك الخلصه، كتولي تشد في الشهر 1200 250 اورو بروتو. العام الثالث كتشد 1350 اورو، المهم كتزاد لك شي 100 اورو في كل عام، كتزاد لك 100 اورو في الشهر. السلام عليكم خوتي خواتاتي الزوينين، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وفي صحه جيده، رمضان مبارك سعيد. وسمحوا لي واخا معطله، سمحوا لي اخوتي بزاف على التعطيل هذه، راه الوقت ما كاينش والله ما كاين، وحتى التفاعل ما كاينش. هذا الفيديو هذا مش حال هذه وانا باغي نديره، ولكن اليوم لقيت واحد الفجوه. اليوم كاين عندهم واحد العيد في المانيا، ما كايناش الدراسه ما كايناش القرايه، قلت ضروري خصني نديرو هذا الفيديو اليوم. خويا اختي صاحبي صاحبتي بارطاجيو مع خوتكم باش يستافدوا. هذا الفيديو هذا ضروري خصو يوصل لاي واحد صغير ولا كبير، كما كان كما كان، حيت هذا الفيديو هذا هو اللي ما لقيتش انايا باش يعاونني باش يوريني الطريق الصحيحه. خوتي هذا الفيديو هذا مش حال هذه وانا كنفكر فيه، ولكن ما عنديش الوقت، لا ما عندي الوقت، ولكن اليوم عندهم واحد العيد انا في المانيا، ما عنديش دراسه ما عنديش خدمه، قلت ضروري غادي نديرو اليوم، ما كاينش تخرشيش. هذا الفيديو اخوتي ضروري خصو يتبارطاجا بزاف الماكس. هذا الفيديو كيخص المغاربه الجزائريين توانسه جميع العرب كاملين. خوتي فيها الحرقه والله الا فيها الحرقه، هنايا كنشوف الدراري ضايعين والدراري كيمشيو يحرقوا. تبع معايا هذا الفيديو هذا، ما غاتمشي لا حرق لا والو، غاتمشي في طياره وغاتمشي غير بهذا، ما غاتحتاج لا فلوس في بنكه، ما غاتحتاج لا 100 مليون لا والو، غاتمشي غير بهذا. تبع معايا اخويا هذا الفيديو هذا وبارطاجي مع صاحبك وخوك الصغير وكلشي. والله الا فيها الحرقه انا بغيت نعاون جميع الدراري اللي كنشوفهم ساكن ضايعين في ديك البلاد، ما بغيتكمش اخوتي طيحوا في ديك الفخ اللي كنت فيه حتى انايا. من بعد ما ساليت القرايه ديالي شديت الباك زعما، مشيت ندير الجامعه حتى انا في حالي من ولاد الشعب. ضيعت 3 سنين اخوتي ما استفدت بها والو، غير مشات ليا هكاك، ما بغيتكمش تضيعوا حتى نتوما. الدراري اللي كيفكروا في الحريق حيدوا ديك الفكره، راه ما بقاتش. الناس دابا راه كيوليو كيمشيو قانونيين، غاتمشي غير بعقلك، ما غاتمشي لا بحريق لا والو، غاتمشي غير بعقلك. تبع معايا اخويا هذا الفيديو هذا. الموضوع ديال اليوم اخوتي هو الاوسبيلدونغ. الاوسبيلدونغ هو تكوين مهني كتجي لالمانيا كديرو على حسب الدومين انت اللي بغيتي، كاينين جميع الدومينات، اي حاجه طاحت لك في بالك يمكن لك تجي تقراها معزز مكرم وتخلص من الفوق، كدوز نظري وتطبيقي. المهم التكوين المهني فيه نظري وتطبيقي، النظري 30% والتطبيقي 70%. النظري هو اللي كتمشي كدوزو في القسم مثلا في المدرسه كتقرا حدا داكشي اللي باغي انت ديرو، التطبيقي هو كتمشي كتطبق داكشي في العمل، كتمشي كتخدم عند المشغل ديالك الشركه زعما اي حاجه انت الدومين اللي غتمشي ليه كتمشي كتخدم تطبيقي. المهم اخوتي انا كتبت المعلومات بزاف هنايا على هذا الموضوع هذا، وهضرت مع الناس وشحال من حاجه. انا ما دايرش تكوين مهني، مازال ما درتوش ان شاء الله، عاد باغي نديرو. دابا انا لا مازال كنقرا اللغه، ان شاء الله عندي امتحان ديال بيت سفاي عندي في ماي، عندي في شهر 5، دعوا معايا ان شاء الله. انا عليها تنقول لكم راه ضيعت الوقت بزاف، ما بغيتكمش حتى نتوما طيحوا في هذا الشيء اللي طحت فيه حتى انايا. المهم اخوتي التكوين المهني فيه 3 سنين، عامين، عام، 4 سنين، على حسب الدومين انت اللي غادي دير. مثلا نهضروا مثلا على التلفليغا هو داك اللي كتمشي كتخدم في دار العجازه. ما غنتعمقش انا في هذا الموضوع هذا، انا عطيتكم غير مثال ديال التلفليغا. مثلا تقدر تلقى تكوين مهني فيه 3 سنين، فيه 3 سنين وتقدر تقلص ديك المده على حسب اللغه ديالك، على حسب العمل ديالك، على حسب الامتحانات اللي كدوز، واش كدوز تجيبهم بنقاط مزيانين تقدر تقلصها لعامين، تقدر تقلصها لعام ونص، على حسب كل وعقله. اي دومين اخوتي، اي حلم كان عندك باغي ديرو باغي تخدم فيه باغي تقرا عليه، راه يمكن لك ديرو، ما كاينش حتى شي حاجه صعيبه، خاص غير العقل، خاص غير العقل. المهم انا عطيتكم مثال ديال التلفليغا غنقول لكم شحال كيشد في العام ديالو الاول، في الشهر، في العام الاول كتشد 1170 اورو بروتو. العام الثاني كتزاد لك الخلصه، كتولي تشد في الشهر 1200 250 اورو بروتو. العام الثالث كتشد 1350 اورو، المهم كتزاد لك شي 100 اورو في كل عام، كتزاد لك 100 اورو في الشهر. باش كتخرج كتشد 2400 اورو
بروتو هذا هذا مثلا هذا رقم تقريبي، ماشي على حسب الولاية، على حسب كل مدينة، على حسب كل شركة، ماشي كاملين فحال فحال، وماشي كامل كاع الدومينات عندهم ثمن واحد، زعما كتخلص واحد القدر، زعما عندهم واحد القدر واحد كل دومين بوحدو، كل كاين اللي ناقص كاين اللي طالع كاين اللي كتقرا عليه غير عام واحد على حسب الدومين، كنقول لكم على حسب الولاية على حسب. دابا الا لقيتي عقد عمل، عقد تكوين مهني، راه يمكن لك تجي لألمانيا ساهل، طاير كتدفع الوثائق ديالك القنصلية، كتخرج لك الفيزا كتجي ناضي كناضي. فليغا اخوتي انا عطيتكم غير مثال، حيت بزاف ديال الدومينات مطلوبين، بزاف ديال الدومينات كاينين. سنوبي، هذا سنوبي شيري، هذا خرجوا يدور معايا جوج ديال كوم كوم. جميع الدومينات اخوتي مطلوبين، جميع الدومينات مطلوبين. مالك مالك، جميع الدومينات اخوتي مطلوبين. انا اصلا بفليك عطيتكم غادي غا مثال غا مثال. الشركات هنايا كيقلبوا على الناس بزاف، الشركات كيقلبوا بزاف على الاوس بيلدونغ، على عقود عمل بزاف، الشركات خدامين 24 ساعه على 24 ساعه، ما الشركات ما كيحبسوش ما كي. اخوتي هذا الفيديو هذا اللي لقى تفاعل وشفت الناس مهتمين، غادي ندير لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، غندير لكم على فين تقدر تلقى اوس بيلدونغ، وغندير لكم الدومينات اللي مزيانين، وغادي نعطيكم مثلا خمسه ديال الدومينات، وكل دومين غادي نشرح لكم عليه مزيان، شحال الفتره ديال اوس بيلدونغ ديالو، شحال كتخلص فيه، شنو هما الشروط ديالو. المهم غنهضر لكم على الشروط عامة، الشروط حيت كاملين تقريبا في حال في حال. الشروط مثلا اقل حاجة تكون عندك 18 عام ضروري، ما تكونش اقل. شحال حداش ما كاينش، المهم 18 عام خصها تكون عندك صافي. 30 عام 40 عام اللي كان عندك ماشي مشكل. دفع، اهم حاجة اهم حاجة اللي غنركز لكم عليها هي اللغة اخوتي. الا ما كانش عندك هادي انسى انسى، ولكن راه باللغة يمكن لك دير اي حاجة، اقل حاجة بي اينس. بي اينس المهم ما ننصحكمش بيه، ولكن ننصحكم بيت سفاي. بي اينس شوية ما غاديش تتعلم اللغة مزيان، ما غاديش تقدر تلقى بزاف ديال الفرص، غتلقى غاديك الفرص اللي شوية هكا. اما بيت سفاي يقدر يكون عندك فرص العمل بزاف، تقدر تخدم في اي حاجة، حيت البيت سفاي هي اللي ولات اغلبية هنا في المانيا، اغلبيه ديال الفرص كنلقى مكتوبان عليهم بيت سفاي بيت سفاي بيت سفاي. بي انس قليله، بي انس فحال مثلا هاد الت فليغا تقدر ديرها بي انس، حيت هذيك ماشي شي اوس بيلدونغ، هذيك اغلبيه ديال الالمان ما كيديروهاش، ما كيدخلوش يقراوها. اما الا بغيتي دير مثلا الكترونيكا ولا دير ميشاترونيكا، هذوك الشيء كيبغيو اقل حاجه بيت سفاي. المهم اخوتي، الاوقات ديال اوس بيلدونغ في المانيا عندك اوغوست شهر 8، عندك اكتوبر، عندك مارس. هاد الشهور في السنه هما فين كيكونوا اوس بيلدونغ، ولكن يمكن لك تدفع في اي وقت من العام. مثلا انا بغيت ندفع مثلا اوس بيلدونغ ديال شهر 8، خصني من دابا نقلب على بلاصه، ماشي تيوصل لشهر 8 ونلقى، ولكن باش ندفع خصني يكون عندي اللغه. يعني كنصحكم اخوتي، كتقرا في الباك، كتقرا في السيزيام، كتقرا في السانكيام، دخل قرا اللغه، ما غاليش بزاف، دخل شوف شي سونتر. ما عندكش الفلوس باش تقرا اللغه، دخل قراها في الدار، راه يوتيوب فيه كل شيء، يوتيوب فيه كل شيء، دخل قرا اللغه في الدار، شري كتاب، دخل تكونيكتا مع الكور، كتب معاهم في انستغرام فيسبوك، تكونيكتا بزاف، دخل اليوتيوب تفرج في الافلام ديال الالمانيه، راه يمكن لك تعلم اللغه في الدار. ما تقولش لي لا حكا، اي حاجه كتبغي العزيمه اخوتي، كتبغي العزيمه. انا كنصحكم تخرجوا قراو اللغه، لان ما نفعاتكش تجي بها لالمانيا غتخدم بها في بلادك معزز مكرم، الا كانت عندك اللغه راه انت هو كل شيء. المهم قلت لكم 18 سنه خص يكون عند الواحد اللي بغى يتقدم للطلب ديال الاوس بيلدونغ. الشهور اوغوست اكتوبر مارس. غادي ندوزو اخوتي دابا الوثائق. الوثائق خص يكون عندك ثلاثة ديال الحاجات باش يمكن لك تدفع طلب ديال اوس بيلدونغ. اول حاجة كتكون عندك ديك بلات. ديك بلات هي الواجهة
الواجهة كتكون عندك، كدير فيها التصويرة ديالك، كدير فيها شكون انت، هذيك اللي كتوريهم شكون انت هي، كتكون فيها التصويرة مثلا ديالك على حسب، مثلا بغيتي تدفع الالت الفليغا، خليونا في الميتا ديال الالت الفليغا، كدير شي تصويرة بشي طابلية، شي تصويرة في بلاصة انت اللي بغيتي تخدم فيها، كدير مثلا السمية ديالك، السن ديالك، منين انت. ليفنسلاف، ليفنسلاف هو السي في اخوتي، السي في كدير فيه شنو قريتي، شنو هما، شحال قريتي من عام، فاش قريتي، ديكشي بالتاريخ خصو يكون مكتوب، ديكشي بالتاريخ، ما خصش شي حاجة تكون بلا تاريخ، وأي حاجة غتكتبها خصها تكون عندها الوثيقة ديالها، ما كاينش تقول لي غندير السي في صافي، ندير 3 سنين خدمت أنايا في السبيطار ديال فلان فلان، لا، خص يكون عندك ديكشي بالشواهد أخوتي. ثالث حاجة هي الموتيفاسيون شرايبن، الموتيفاسيون شرايبن هي كتكتب فيها مثلا أنا عبد الحي، المهم نهضر على راسي، أنا عبد الحي جيت من المغرب، كنتمنى نخدم نقرا عندكم في هاد الأوس بيلدونغ، أنا عندي خبرة خديتها من السبيطار، خدمت في هنا، خدمت هنا، وبغيت نزيد نتعلم معاكم ونضيف ليكم، هذا وديك بلاط، كتعرف على راسك مزيان، كتكتب هادشي كامل من الاحسن كتكتبوه براسك، ما يكتبولك شي واحد، وهادشي كتكتبوه بطبيعه الحال بالالمانيه، يعني اللغه كما قلت لكم ضروري اخوتي. زائد شواهد، واش قريتي، عندك تكوين مهني، عندك خبره في المغرب، فاش خدمتي، هاد الشواهد هادو كتجمعهم كدير لهم حتى هما تراديكسيون كترجمهم، واش درتي تكوين مهني، قريتي، عندك مثلا شهاده البكالوريا، عندك شهاده تكوين مهني، ماشي ضروري تكون عندك البكالوريا اول حاجه، مثلا تقدر تكون خرجتي من التاسعه، خرجتي من التاسعه ودرتي تكوين مهني مثلا على الكتريك، درتي تكوين مهني على الكتريك، قريتي فيه 3 سنين، قريتي فيه 3 سنين وخدمتي شي عام ولا عامين، راه كتحسب لك انت بحال بكالوريا، ماشي ضروري يكون عندك بكالوريا اخوتي، راه ماشي بزاف، راه ما طالبينش منكم بزاف، المهم ملي كيكون عندك هادشي كامل اللي ذكرت لكم، وعاد زيد كل دومين عنده الشروط ديالو، انا دابا هضرت لكم على الشروط عامه، عاد زيد كل دومين عنده الشروط ديالو مثلا اخوتي. انا النصيحه اللي غنعطيكم، دخل قرا اللغه مزيان، تبع اللغه مزيان، تعلم ليها مزيان، حيت هما دابا مثلا واخا تكون عندك بي 1 ولا بي 2 كيبغيو لسان، كيبغيو تكون تهضر، واخا يكون عندك بي 1 هما ملي غادي يديروا معاكم، ما يديروا معاك فورش تاعهم سكيش بريش، فورش تاعهم سكيش بريش هو ملي كتواصل مع الشركه وكي كتعجبهم كيديروا معاك واحد، ما عرفتش شنو سميتو بالعربيه، كيتواصلوا معاك كيشوفوا كيفاش كتهضر، الا كنتي كتهضر مزيان راه واخا تكون عندك بي 1 ماشي مشكل، يقولك لا خصنا الشهاده، كيبغيو مال لسان، كنتي كتهضر مزيان راه ماشي مشكل، المهم غتقول لي انا عندي قريت اللغه، عندي شواهد، قريت هنايا تكوين مهني الكتريك في المغرب، عندي 3 سنين، هادشي كامل اخوتي كتدخل لواحد السيت، واحد السيت مثلا نعطيكم واحد، المهم الحلقه الجايه غنعطيكم بزاف، ausbildung.de نقطه بونكت دي اي، كتدخل كتكتب السميه ديال الاوسبيلدونغ حتى اللي باغي مثلا التن فليغا، اوسبيلدونغ اليس التن فليغا، انا كتبها لكم من فوق، كتدخل كتلقى بزاف مثلا على حسب المدينه اللي بغيتي في المانيا كامله، كتدخل كتبع معاهم، كتدفع لهم ديك الشيء في الايميل على حسب كل اوسبيلدونغ، وكل انسايغا، كل انسايغا في الانترنت عندها الشروط ديالها، كتدفع لهم ديك الشيء، ملي كتدفع لهم ديك الشيء كي يوصلهم داكشي، كيصيفطوا لك ايميل راه وصلنا داكشي، راه ملي غنقراو غادي نردوا عليك، ولا على حسب كل واحد، المهم ملي كيوصلهم داكشي وكيبغيوك كيقول لك صافي غادي نديروا معاك واحد فورشتايلونز كيشبريش، فورشتايلونز كيشبريش كما قلت لكم، هو كيبغيو يتواصلوا معاك يديروا معاك رونديفو، مثلا نهار 18 شهر 7 غنديروا معاك رونديفو مع 10 ديال الصباح، مع 10 ديال الصباح غادي مثلا يهضر معاك في الواتساب ابي الفيديو، ملي كتعجبهم وكيقبلوك شنو كيديروا، ما كيصيفطوا لك صافي، كيصيفطوا لك بشي تيغون، هذيك بشي تيغون وهي كيصيفطوا لك واحد الورقه باللي يعني انت غادي تمشي دير عندهم اوس بيلدونغ، غتبدا معاهم في شهر 8 ولا شهر 10،
كتسال هذيك الورقه هي مش كتدفعها مع الدوسي ديالك للفيزا في القنصليه، كتدفعها للقنصليه باش كتسنى وكتخرج لك الفيزا. المهم اخوتي انا عطيتكم واحد النبذه صغيره على الاوس بيلدونغ، كيفاش تقدر تجيك، شنو هما الشروط اللي خصك. هادشي خويا راه ماشي صعيب، هادشي اختي راه ماشي صعيب، ما تعجزش، ما تقولش لا راه عندي 30 عام راه مشى عليا الكار، لا عندي 40 عام مشى عليا الدران، ما تقولش هاد الهضره هادي. انا كنتلاقى كل نهار كنتلاقى مع ناس جدادين كنسولهم، جيت اوس بيلدونغ، جيت اوس بيلدونغ، جيت اوس بيلدونغ، هما رقم اخويا تما تبقاو عبزانين، تبقاو مريحين تتسناو لي تما كاينه شنو كتسناو. دخل اخويا قرا اللغه، ما عندكش فلوس كنت تقرا غير في الدار، عامين باش تقرا اللغه خصك عامين تعلم اللغه تولي تهضر بها مزيان. دخلت كومينيكي شويه فيسبوك مع الدراري، شوف الدراري صحاب كاينين جروبات فيسبوك، الدراري كيدخلوا يتعلموا اللغه غير في الدار. والله الا كندخل نشوف انايا شي تيكست يكونوا كتبوه ولا شي حاجه راه مستوى زوين، والله الا مستوى زوين. وراه ساهل هادشي، راه كتجمع هاد الشروط هادو، ادفع عليهم الدوسي ديالك وغادي يجاوبوك ان شاء الله، والجواب راه كيكون ضروري 100%، واغلبيه كيكون جواب ايجابي حيت كاين خصص اخوتي بزاف، والمانيا راه كامله كتقلب، راه الماكينات خدامين 24 ساعه على 24 ساعه، الماكينات راه ما كيحبسوش السيمانه كامله، فوج ديال الصباح، فوج ديال النهار، فوج ديال الليل، وعاوتاني فوج ديال الصباح هي كرك دايره. ان شاء الله اخوتي في الفيديو الجاي غادي نقول لكم فين تقدر تلقى اوس بيلدونغ، فين تقدر تلقى، كيفاش تقدر تكتب ليهم، احتاجيتو كيفاش تقدر تكتب تيكست، اي حاجه يمكن لي نعاونكم فيها. ما عليكم غير تكتبوا لي الاسئله، شنو هو الدومين اللي بغيتو في كومونتير، شنو باغي، علاش بغيتو معلومات نجمع ليكم اي حاجه. انا غندير لكم في الحلقه الجايه ان شاء الله غندير لكم فين تقدر تلقى اوس بيلدونغ، وغادي نعطيكم حتى لي زابليكاسيون فين تقدر تقلبوا على لي زاوس بيلدونغ. هذا فيه الجوع دابا راه بغي ياكل سنوبي. المهم باقي انا ما كياكلش بوحدو مزيان، الا شويه كينقب، باقي الا عنده شي شهرين ما كاملاش. اجي نقول لهم بسلامه. يلا اخوتي بسلامه عليكم، نتمنى يكون الفيديو عجبكم، بارطاجيو ليا مع خوتكم وصحابكم، ولي لايك اخوتي بشجعوني ان شاء الله نبقى ندير لكم فيديوهات، وشكرا لكم وبسلامه، موح عليكم.